يا با، هذا الفيديو دا اسويه على مود الاخ محمود القامشلي الكردي اللي يفضل اللغة العربية على اللغة الكردية لانه يفتهم اللغة العربية احسن من الكردية، فطلب من عندي انه اجاوب على بعض الاسئلة. يا اهلا وسهلا اخ محمود الورد. يابا، بالنسبة لسؤالك انه الفرق بين المنطق وبين الايمان والاعتقاد، اخويا الفرق كبير عريض طويل ومتشعب، بس بشكل مختصر المنطق يقول لك المنطق ما يتحيز، لا يتحيز لا العشيرة ولا ديانة ولا إلى حزب ولا إلى فريق كرة قدم ولا إلى محلة. المنطق يقول لك 1+1=2، ما عداها العملية يقول لك غلط، يقول لك هذا شنو، هذا قلم، شلون تثبت انه هذا قلم؟ هذا قلم يكتب، اكو السبب انه هذا قلم، هذا قلم اي، شلون قلم؟ هذا موجود، اذا هذا قلم، السبب انه هو موجود. زين، هسه انا اقول لك هذا قلم، تقول لي هذا مو قلم، هذا ايدك، شلون تثبت انه هذا ايدك؟ هذا ايدك، هذا مو قلم. زين، هسه هذا هو القلم. زين، لانه المنطق يقول لك انطيني السبب، انطيني الريزن، فهذا هو المنطق. بعض الأحيان المنطق يكون غامض. مثلا سفينة فضائية تروح للقمر، من تروح هذه السفينة للقمر انت من تريد تشوفها على مود السرعة وعلى مود الحرارة والنار وهذه جسمة والأشعة والسرعة، انت ما باستطاعتك انه تشوف المحرك السفينة بداخلها، بس السفينة تروح للقمر وتسوي استكشافات وبعدين ترجع للأرض. من ترجع للأرض أنت تقول أنا ما أصدق، يعني السفينة شلون راحت؟ شلون راحت؟ عقلي ما يتصور شلون راحت. يجيبوك يودوك للش اسمه للسفينة ويشوفوك، يقول لك هذا هو المحرك، هيك تحرك وهيك تروح، هذه هيك السرعة، هيك الحرارة، هيك ما أدري إيش، يشرحوا لك إياه كله بإيش؟ مو بالإيمان ولا بالاعتقاد، بالمنطق، بالمنطق، بالدليل، بالإثبات. زين أخويا؟ أما الإيمان، آمن يؤمن مؤمن ائتمن، أو الاعتقاد، اعتقد يعتقد، معتقد معتقد معتقدين معتقدات، معقدين معقدات، هذه على متج يعني تجميل تلطيف الجو. الإيمان هو شيء جيد جدا، مثلا بعض المؤمنين يسوون أشياء جيدة جدا، رائعة، روعة للبشرية وللإنسانية، بس مع ذلك بعض المؤمنين يسوون ما لا يفعله أي شيطان بالعالم. مثلا أنا عندما أقصد، لا أقصد ديانة معينة، أقصد الكل. والمشكلة والإيمان، الإيمان يا أخي، الإيمان الأعمى يتدخل في كل الشؤون، في ملبسك، في شربك، في لحيتك، في منامك مع زوجتك، في كل الأمور، يعني حتى تروح للتواليت، للحمام، ما أدري إيش، هذه كلها. وبعدين من تموت، وين راح تموت، وشون راح تموت، وين راح تروح، هذه كلها الإيمان يتدخل بيها، ومن دون أدلة. يعني عندنا رسميا أنه بالعالم 4200 ديانة رسمية، يعني 4200 إله، استغفر الله يا ربي، 4200 رسول، استغفر الله يا ربي، 4200 كتاب، 4200 جهنم، و 4200 جنة. فهذه الأديان، كل هذه، كل الإيمان، الإيمانات، العقائد، هذه كلها يعني نقصانة وزيادة بهذا الشكل. والزمن الآن أخويا، الزمن هو مو زمان الإيمان، زمان الإيمان انتهى، الإيمان يبقى عندك أنت بقلبك، بتفكيرك، مع إلهك، مع ديانتك، فأي أي 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 ديانة كانت بالنسبة لك، أنه أنت لازم مصدر البشرية، وتحترم دينك وتحترم أديان الآخرين. الزمن الآن، الزمن هو زمن العلم، الصناعات، زمن التكنولوجيا، زمن الحاسوب، الكمبيوتر، الكوميونيكيشن، الاتصالات، زمن الإثباتات، زمن مو زمن الاعتقادات. مثلا تقول هسه بالوقت الحاضر الزمن المعجزات العلمية، مثلا الايفون، هذا التليفون، فرضا هذا التليفون ايفون، هذه معجزة علمية.
الراديو معجزة علمية، التلفزيون معجزة علمية، السينما معجزة علمية، زين؟ وهذه المعجزات العلمية مستمرة. المعجزات العلمية تختلف عن المعجزات الدينية. المعجزات الدينية الله بطل يرسلها، صار ايش قد 1500 سنة و2000 سنة الله كان يدس، فانتهى. وانتهى الزمان انه تصورنا مثلا حسب الديانة الهندوسية مثلا، الحيوانات كانت تتكلم مع الناس وتقعد ويا الناس وتشرب وياهم وتطير، مثلا الفيل يطير، مثلا الحية تجي تحكي وياك، ها بالهندوسية مثلا بالأديان الهندوسية مثلا موجودة. الجردي ما أدري يجي يصير ملك، مثلا الحمار يحكي ويا ما أدري إيش. هذه خرافات إنسانية بشرية مثلا بالهند، هذه موجودة، كانت موجودة. الآن ماذا نشوف؟ أنه مثلا طير يحكي وياك، مثلا فيل يطير، ما شفنا هذا الشيء. طبعا هذه خرافات وداخلة في مجتمعات كثيرة وفي أيديولوجيات كثيرة، لكن الآن هو أنه زمن الإثباتات، الاختبارات العلمية. يابا هذا الشيء أنا أريد هذا الشيء يصير، جيبوا للمختبر نجربه، يصير ما يصير، عنده سبب ما عنده سبب، منطقي ما منطقي. الآن هي هذه. فالفرق بين منطق وبين الإيمان والاعتقاد بشكل عام، يعني مو قصد دين واحد، فرق كبير وعريض وطويل. يلا يا أبا أخ محمود، اليوم هو 3/5/2015، نوروز بك، تحياتي إليك وإلى جميع إخواني وأخواتي في القامشلي، وإلى جميع الثوار والأخوة المخلصين في رج آبا.